طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة لعدد ركعات صلاة التراويح، في الحقيقة أن مسألة صلاة التراويح الأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي معنا: من قام رمضان، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام عددا معينا، وإنما قال من قام رمضان أطلق عليه الصلاة والسلام. ولكن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان ولا في غير رمضان، أو ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة. في الحقيقة هذه المسألة أثرتها يا شيخ إسحاق، وهي من المسائل الهامة، ذلك أن كثيرا من الناس حصل عنده يعني إشكال في هذه المسألة حينما يسمع يعني كلاما ويسمع كلاما آخر في قضية عدد صلاة التراويح. بالنسبة لعدد صلاة التراويح وقيام الليل، لا حد له. لو صلى الإنسان من بعد صلاة العشاء إلى الفجر فقد أحسن وأتى بالشيء المرغب فيه والمطلوب، لكن أفضل الصلاة لقيام الليل هي أن يصلي 11 ركعة. لكن حينما نرجع إلى طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفتها عائشة وصفا عظيما ودقيقا. ماذا قالت؟ قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. ثم قالت رضي الله عنها: كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3، كما ورد ذلك عنها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وبالمناسبة، يظن بعض الناس أن قولها كان يصلي 4 أنها بتسليم واحد، وهذا فهم مغلوط رده علماء الإسلام. قصدها كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يرتاح بينهما قليلا ويسلم، يسلم من الثاني، ثم يرتاح قليلا فيقوم إلى التسليم الثالث، ثم يقوم إلى التسليم الرابع. هذا مقصد عائشة كما وجهه أهل العلم والفقه. لكن عائشة ذكرت وصفين عظيمين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هما؟ الأول قالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فالصلاة التي تجمع هذين الوصفين ينبغي أن لا تخرج، أن لا تزيد على 11 ركعة. الصلاة التي تجمع هذين الوصفين ينبغي أن لا تزيد على 11 ركعة. شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يطيل في صلاته ويحسنها عليه الصلاة والسلام إحسانا عظيما، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها تامة متوازنة، ركوعها الركوع والسجود متوافق مع القراءة، متوافق مع القراءة. ومما يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في القيام، أن عائشة قالت: كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الليل، وكان عليه الصلاة والسلام يزين صلاته، بمعنى يقيم أركانها ويقيم شروطها ويأتي بها متوازنة متوافقة بالنسبة للقيام في القراءة مع الركوع ومع السجود. أما إذا قلنا مثلا بأنه كثير من الناس الآن لا يستطيع أن يقوم مثل قيام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بأن تطال الركعات، بمعنى لو أتى ب13 ركعة أتى ب23 ركعة أو 21 ركعة، كما فعل بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأفتى بذلك أئمة الإسلام مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا المحقق العظيم قال بعد سبر هذه الأحاديث والآثار، قال: فإذا أراد أن يطيل القيام فلا يتجاوز 11 ركعة، فهذه أفضل الصلاة. وأما إذا أراد أن يقصر القيام ويقصر من يعني القراءة، فلا بأس أن يزيد على 11 ركعة. وبهذا تنتظم الأدلة الواردة في هذه المسألة. ولا ينبغي في الحقيقة للإنسان أن ينكر على من يزيد على 11 ركعة مثلا، أو أنه يرى بأن هذا من البدع. هذا أمر في الحقيقة لم يعني يجري على طريقة أهل العلم، ولم يقل به أحد من الفقهاء المعتبرين، وإنما الواجب على الإنسان أن يحرص على أن يأتي بالسنة.